فهمت. المهم الجزء الثاني من الفيديو مع روت لوكاس، هذا الجزء اخف، ذاك الجزء ما فهمته، هذا الجزء ان شاء الله تفهموا اكثر، لان انا اريد اعطي ملاحظات قبل لا احل مثال. هذا احنا حلمينا مثال، بس قبل لا احل مثالكم ملاحظات. النقاط اللي احنا سميناها بريك اواي وبريك ان، شنو ذني؟ البريك اواي هو عباره عن تو بولز، يجي سهم منه يجي سهم منه، يتقاطعون بنقطه اللي يسموها البريك، واحد يروح هيج فوق واحد يجي جوه، او مثلا واحد يروح هيج واحد يروح جوه، اي شيء المهم شيء، يعني واحد يروح باتجاه واحد يروح عكس الاتجاه. زين هاي البريك اواي، من اسمه بريك اواي. زين البريك ان هو عباره عن تو زيروز، احنا نعرف هذا البولز وذني زيروز، تو زيروز يلتقون السهمين بنقطه يسموها بريك ان، يدخلون للنقطه ويروحون للزيروز، فتصير شنو بريك ان. يعني البريك اواي ينتج من شنو السهمين مال بولز، والبريك ان ينتج من ذني السهمين يروحون، اذا مثلا عندي هنا بول وهنا بول، هذا السهم راح يجي هنا وهذا السهم راح يجي هنا، واحد يروح هيج واحد يروح هيج، هاي بريك ان وهاي بريك اواي. بريك اواي ان السهمين دي ينفصلون، والبريك ان ان السهم دي يجوي يقتربوا. زين ايش وقت يصير بريك اواي ايش وقت يصير بريك ان؟ البريك اواي بيها شرط والبريك ان همينا بيها شرط. الشرط هو احنا نعرف هذا عندي مثلا محور، هذا محور الريد اكسس، هذا الايماجينري اكسس. البريك ان لازم عندي تو بولز على الاقل، تو بولز على محور الحقيقي، فيتخلف لي شنو البريك اواي. والبريك ان همينا لازم عندي شنو تو زيروز على المحور الحقيقي، وينتج لي شنو البريك ان. فمذني مثلا يجي لي هنا وهذا يجي من هنا، واحد يروح هيك واحد يروح هيك. زين فيعني السهم دائما ينتج من البول، وين يتجه؟ يتجه نحو الزيرو. زين اذا عندي مثلا بول واحد، بول واحد على الريلاكسز، هنا ما راح ينتج لي بريك اواي، لان لازم اقل شيء تو بولز. زين اذا عندي تو بولز بس مواقعهم صار واحد هنا أنا. واحد هنا واحد هنا، هذا ما عليكم بيه باعتبار ماكو، هذا شنو ما ينتج لي بريك اواي. ليش؟ لان الشرط لازم اقل شيء 2 بولز وعلى محور حقيقي. هذني صح 2 بولز بس مو على محور حقيقي، صار هنا مثلا هنا همينه ما يصير الا على هذا المحور الحقيقي، يلا ينتج لي شنو البريك اواي. اذا كانت عندي هاي الحاله، اكو طبعا هواي وهواي حالات، هسه ودي اتعلم على مطلب شلون نتاكد من الحال مالتنا صحيح. اذا مثلا عندي هاي الحاله هنا بول وهنا بول، ايش راح ينتج لي بريك اواي. زين وعندي 0 1، واحد من الاسهم راح يجي هنا ويتجه نحو الزيرو، والثاني من السهم الثاني شنو لحمين يتجه هنا، بس شنو يتجه نحو الانفينيتي السالب، يعني واحد راح للزيرو واحد راح يتجه نحو الانفينيتي ويظل يستمر، هذا سالب انفينيتي، هاي مو ثمانية هاي انفينيتي. المهم هسه الشرط انه اذا عندي اذا اللي على مود ينتج لي نقطة بريك اواي لازم اكو تو بولز على محور حقيقي، واذا اكو البريك ان الشرط مال البريك ان لازم اكو 2 زيروز او 1 زيرو على الاقل. شوفوا هسه هنا 1 زيرو عندي بس واحد وخلف لي البريكن، فلازم عندي 1 زيرو على المحور الحقيقي. زين خليني ابدي المثال. المثال يقول الفانكشن ذا اوبن لوب ترانسفير فانكشن فور ا كنترول سيستم از جي اتش، هذا المثال الثاني، يساوي لي كي على اس اس تربيع زائد 4S زائد 13. زين انتو شو تشوفون؟ سوري ننزل شوية. زين هاي المعادلة مالتي، شي يقول لي؟ خلينا نجيب الملزمة. Find the asymptotes and the angle of departure and hence sketch the root locus diagram. يقول لي يجد لي الاسمبتوتس اللي هذني الزوايا، والانجل اوف ديبارتشر يريد ثيتا اي، بعد شنو؟ وبالتالي ارسم لي روت لوكاس دايجرام، ارسم لي الروت لوكاس. زين locate a point on the Kobler locus that corresponds to a damping ratio of 0.25 and hence find the value. هذا بعدين مطلب ثاني بعدين يجي، خلينا نرجع اول شيء على المطلب الاول.
أنا عندي هذا الفانكشن، أول شيء لازم أستخرج البولز وأستخرج الزيروز. هنا نروح على البولز اللي هن ذني. كم بول عندي؟ الـ S1 يساوي لي صفر. هذا كم بول عندي؟ راح أحللها تجربة أو دستور. دستور إي، هذا اللي راح أسوي له دستور قبل لا نبدأ بالبولز. خلينا نسوي هذا الجزء، ناخذ S سكوير زائد 4S زائد 13. هذا الجزء اللي راح أسويه بالدستور. الدستور شو يقول القانون مالتي؟ موجب ناقص ب، سوري، ناقصا، سوري، ناقص ب موجب ناقص تحت الجذر ب سكوير ناقص 4ac. زين، هنا على شنو 2a يؤدي الى ناقص ب، هنا البي ايش قد عندي؟ 4، فيصير ناقص 4 موجب ناقص تحت الجذر ب تربيع اللي هو 4 تربيع ناقصا 4، ال A ايش قد؟ 1، ال C ايش قد؟ 13، على 2A، ال A ايش قد؟ 1 على 2، فراح يصير شنو؟ ناقص 4 موجب ناقص 2 تحت الجذر، نريد حاسبة، وين الحاسبة؟ ذيش الحاسبة. جيتي جيت. زين، 4 تربيع اللي هو 16 ناقص 4 في 1 في 3، 4 في 13 52 ناقص 16 راح يطلع سالب 63. إذا ناقص 4 موجب ناقص تحت الجذر ناقص 63 على جذر 2، إذا يطلع لي هذا السالب يستخرج يصير اي، فيصير ناقص 4 موجب ناقص 36 جذر مالتها 6 جي على 2، ويؤدي إلى ناقص 2 موجب ناقص 3 جي. هذا هو الجذر، الجذور مال هذا هذا الحد. زين، فإذا الجذور مالتي شنو؟ الاس أول واحد اس 1 يساوي صفر. زين، هذا ميز مزعج يطلع صوت. الاس 2 يساوي شنو؟ ناقص 2 ناقص 3 جي، ناقص 2 ناقص 3 جي. الاس 3 اللي هو ناقص 2 زائد 3 جي، اس 3 يساوي لي ناقص 2 زائد 3 جي. اكو بعد غير بولز؟ لا ماكو. اذا ذني بولز ماتي، ذني شنو؟ ان، ايش غير عددين؟ 3. الزيروز كم زيروز عندي هنا بالبسط؟ ماكو ولا واحد. اذا الزيروز الام يساوي لي صفر، ما عندي ولا زيروز. هسه استخرجت البولز، هسه شنو؟ اروح على الرسم، كل خطوة ارسم شغلة. هسه انا بهاي اول خطوة، هاي الهوسة مال الفيديو السابق مال انا بيها. اول خطوة استخرجت البولز واستخرجت الزيروز اللي هنا ماكو، فهسه شنو؟ نرسم. وين المسطرة؟ هاي المسطرة شالها. دائما الرسم يعني خلوه هيك، لان هو اكثر شيء يطلع، اكثر شيء يطلع بالسالب البولز والزيروز، بس عادي يطلع بالموجب، بس احنا اكثر شيء يطلع بالسالب، بس يطلع بالموجب. شوفوا هنا شو اسمه السكيل مالتي شلون راح اسويه؟ راح اسويه على حسب اذني الورق البياني. كل سنتيم اللي هو نفسه، يعني هنا هسه هذا من هنا سنتيم واحد، من هنا سنتيم واحد، فراح امشي على السكيل مال الورق البياني. فيعني ما اسوي من هنا هو واحد ومن هنا هو اثنين، لا، راح اسوي من هنا واحد من هنا اثنين، امشي على نفس السكيل مال الورق البياني. عمود هذا يفيدني بالاخير باخر مطلب لما اجي اقيس الطول مال اللي شو يسموه الطول المستقيم اللي راح يصير. زين، يوم ايش بيه؟ كش ما اعرف. هذا هنا واحد، هذا اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ويستمر. زين، أني وين البولز مالتي؟ أول بول هو بالصفر، هذا البول الأول. ثاني بول ناقص اثنين ناقص ثلاثة جي، وينها ناقص اثنين؟ هاي ناقص اثنين، ناقص ثلاثة جي وينها؟ واحد اثنين ثلاثة، هذا شنو؟ البول الثاني. البول الثالث اللي هو شنو؟ ناقص اثنين زائد ثلاثة جي، اللي هو وين؟ هاي ناقص اثنين، هاي شنو؟ واحد اثنين ثلاثة، هاي زائد ثلاثة جي.
زين، هل برأيكم راح يتخلف لي هنا نقطة بريك أواي؟ لا، ليش؟ يعني ما عندي، صح عندي تو بولز، بس شنو مو على المحور ريلاكسس، فما راح تطلع لي نقطة بريك أواي، فمو تسوون هيك سهمين ويلتحمون ويظلون يفترون، لا ماكو. زين، هسه سويت هالخطوة، أكمل. شو جاي أسرج وراها؟ الزوايا، الزوايا مال الأسيمتوتس اللي هو شنو القانون مالتها؟ ثيتا يساوي لي باي 1 زائد 2 كي على ان ناقص ام، والكي يبدي 0 1 2 3 ويستمر الى ان ناقص ام ناقص 1. زين، اذا الكي هنا اذا اريد استخرج القيمة النهائية مالته، شو اقول؟ الكي يساوي لي ان ناقص ام ناقص 1، لان ايش قد؟ 3 ناقص الام ايش قد؟ 0 ناقص الواحد اللي هو هذا، اذا كي راح ينتهي لي للاثنين، يبدي من الصفر ينتهي للاثنين. زين، خلينا نيجي نستخرج الزوايا. اذا كم ثيتا راح تطلع عندي؟ ثيتا مال الصفر والواحد والاثنين. اذا ثيتا 1 يساوي لي الباي ينزل 1 زائد 2 الكي شنو؟ صفر على ان ناقص ام اللي هو شنو؟ 3 ناقص صفر، شو يطلع لي؟ صفر باي على 3 يطلع لي شنو؟ ها سوري، هنا موجب ناقص، القانون موجب ناقص، فيطلع لي شنو؟ موجب ناقص 60 ديجري، هاي عندما الكي يساوي لي صفر. هاي الزاوية الأولى. الزاوية الثانية يساوي لي موجب ناقص باي 1 زائد 2 في 1، هالمرة كي صار 1، كان 0 صار 1، على 3 ناقص 0 يطلع لي شنو؟ باي، موجب ناقص باي، إذا موجب ناقص 180، هاي عندما الكي يساوي لي 1. الزاوية الثالثة اللي شنو؟ ثيتا 3 يساوي لي موجب ناقص باي 1 زائد 2 كي، هالمرة شنو؟ هالمرة 2 على 3 ناقص 0 يطلع لي موجب ناقص 2 2 4 في باي على 5 باي على 3 يطلع لي شنو؟ 300 موجب ناقص ديجري، اللي هي شنو قلنا نفسها؟ شنو؟ ناقص 60 باعتبار موجب ناقص، هاي عندما كي يساوي لي شنو؟ 2. يعني اذا عبرت الزاوية، اذا اي زاوية تطلع لكم فوق ال 180، يعني طلعت مثلا 190، شو تسوون؟ 360 ناقصا 190 تطلع ايش قد؟ لا سوري، 190 ناقصا 360، هذا تريدون تحولوها بالسالب، فاذا ال 190 هي نفسها السالب 170، اذا منا لهنا 190 هي نفسها منا لهنا السالب 170. هسه انا ايش قد طلعت لي؟ 300، فاقول 360 ناقصا 300 راح يطلع لي شنو؟ لا سوري، 300 ناقصا 360 راح يطلع لي شنو؟ ناقصا 60. زين، كمل. إذن الزوايا طلعت لي هن 60 180 بناقص 60، نجي نرسمها. وين المنقلة؟ يعني غير تحضر غراض كل شيء ما جايب، نجيب المنقلة وجي. جبت المنقلة. أول زاوية، ها لحظة سوري، اني يعني نادى ارسم الزوايا من ارسمها من يا نقطه، هاي 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 هاي، غير اطلع نقطه تقاطع مال الزوايا هذني اللي يسموها اسيمتوت انترسكشن. شلون استخرج هاي الاسيمتوت انترسكشن؟ عندي قانون، هاي الشخابط بعد ما اريدها، لا اريد احتاجه، هسه نرجع له بعدين. القانون شو يقول؟ سيجما اي شو يقول؟ محمد تشوفون سوري، سميشن للبولز ناقص سميشن للزيروز على ان ناقص ام. البولز انا ايش عندي اذا تذكروها؟ الاس اول واحد صفر، الاس 2 ناقص 2 زائد 3 جي، والاس 3 ناقص 2 ناقص 3 جي. الزيروز قد ما عندي ولا زيروز، اذا سميشن للبولز اللي هو شنو؟ الصفر زائد ناقص 2 زائد 3 جي زائد ناقص 2 ناقص 3 جي ناقص صفر، هذا صفر وما زيرو زي ماكو ولا زيرو عندي، على ان ناقص ام اللي وجدت 3 ناقص صفر، واللي يساوي لي ناقص 2 ناقص 2 ناقص 4 زائد 3 جي ناقص 3 جي صفر، فاذا ناقص 4 على شنو؟ على 3، ولا يطلع لي زكيت ناقص 1.3 يمكن 1.333 ناقص 1.333 ويستمر. هذا شنو؟ هي نقطة تقاطع اللي اسيمتوت انترسكشن اللي من عنده راح ابدي ارسم الزوايا. وين ناقص 1.333؟ هذا الواحد وهذا اثنين، ف 1.333 تقريبا 2 4 تقريبا هنا،
إذا من هاي الدوت رسمت لها حاسم الزوايا. طبعا كل ما يكون الرسم أكبر كل ما يكون أدق، بس أنا سويت سكيل على المدد مثل الدفتر بياني. هسه من هاي الزاوية أخليه نحدد أرسم زاوية شقيت جيت أول زاوية 60 صح؟ وين 60؟ هاي 60. سوري مدى تشوفون، شوفوا هاي حددت السنتر. خلنا نزل الورق بدون ما أخربط المنقلة. انعكاس الضوء ودي يضوجكم مو 10 20 30 40 50 60. هاي 60، إذا أخلي هنا شخطة شو خيط واسم شنو بالمسطرة خط منقط. شنو فائدة هذا النيل؟ أنا بدي أرسمها هذا النيل الخطوط. والزاوية الثانية 180 اللي هو هذا، سوري الزاوية الأخيرة اللي هي الثالثة اللي هي ناقص 60، اللي هي وينها ناقص 60؟ هاي باعتبار 10 20 30 40 50 60، اللي هي نفسها 300. احنا مو قلنا ناقص 60 هي نفسها 300، اذا هاي 300. هنا نخلي شو خيط زين. يلا شنو فائدة الدني؟ انا قلتها بالفيديو السابق، هذني تساعدني على مود اشوف الاتجاه مال البولز. هو مال روت لوكاس من وين راح يتجه. فهنا ما طول الزوايا طلعت لي بهالشكل، هذا يسموه شنو سميناه شنو يمكن محاضيات ما اعرف. فما طول الزوايا طلعت بهالشكل، اذا البول شلون راح يكون؟ راح يكون هيج هيجي ويصعد. هذا شنو هيجي ويصعد، بس هنا بيا نقطة اني يعني صعدته هيج صعدته هيج اصعد هنا ما اعرف، بعدين استخرج بيا نقطة. زين نكمل هسه. هسه انا شو استخرجت؟ استخرجت الاسيمتوت انترسكشن والاسيمتوت هن كلهن. هسه ايش راح استخرج؟ هنا انا شوفوا لاحظتوا ما طلع لي بريك اواي بوينت، لان التو بولز على شنو؟ على المحور مو على المحور الحقيقي، فما يطلع لي بريك اواي بوينت. هسه هنا ايش راح استخرج؟ الكاركترستيك اكويجن اللي هو شنو القانون مالته؟ 1 + g h، 1 + معادلة مالتي شنو؟ k على s s سكوير + قد كانت المعادلة مالتي؟ s سكوير + 4 s + 13. هاي المعادلة مالتي. بالملاحظة سوري ملاحظة، أنا بالفيديو السابق ما قلت يمكن كاركترستيك اكويجن شلون ناخذها، يمكن قلت لكم ناخذ المقام. إذا قلت لكم ناخذ المقام فأني سوري غلط، ناخذ البسط. شوفوا هنا إذا أريد نطلع الكاركترستيك اكويجن شو نسوي؟ أول شيء واحد مقامات، إيش راح يصير؟ هذا في واحد راح يصير نزل نفسه s s سكوير + 4 s + 13 صح؟ هذه يجي هنا شو يصير؟ s في s سكوير + 4 s + 13، الزائد ينزل والكي ينزل، هنا قوس ينزل ده. هنا ناخذ البسط، هو الكاركترستيك اكويجن، هذا الجزء هو الكاركترستيك اكويجن. إذا قلتها بالفيديو السابق فناخذ المقام فأني سوري. زين ف s في s s تكعيب + 4 s تربيع + 13 s k يساوي لي 0. هاي هي الكاركترستيك اكويجن، لان قانون مالتي يقول 1 + g h يساوي لي 0. فاني لما هاي يساوي بالصفر هذا بعد لحظة اضربه في صفر، لان هاي باعتبار مقسوم على هذا اللي هو s تربيع زائد سوري s تر s في s تربيع + 4 s + 13، هذا يضرب في صفر وسطين طرفين فيروح يبقى لي شنو؟ بس هذا الجزء اللي هو الكاركترستيك اكويجن. هذا شو استفاد منه اذا تذكرون؟ اطلع النقطة التقاطع مال هذا الروت مالتي اللي انا رسمته من اللي يجي من البولز سوري. وبعد شو استخرج؟ استخرج قيمة الكي الجين ايش قد؟ شلون اسوي هذا الشيء؟ اول شيء قلنا بطريقتين، لو روت ستابيلتي اللي انا ما امشي عليها، لو بهاي الطريقه اللي وشنو نستبدل كل اس بدال جي اوميجا. فهنا المعادله مالتي راح تنزل كان نفسها بس بدال كل اس اخلي شنو جي اوميجا. فهنا جي اوميجا تكعيب + 4 j ω تربيع + 13 j ω k يساوي 0.
الجي يعني هو باعتبار الاي، تكعيب شو يساوي لي؟ ناقص جي اوميجا تكعيب زائد 4. الجي تربيع شنو؟ باعتبار ناقص واحد، فاذا هذا راح يصير ناقص واحد، فيصير ناقص 4 اوميجا. الجي هو شنو؟ يبقى جي زائد 13 جي اوميجا زائد كي يساوي لي صفر. زين، اخذ الاجزاء اللي بيها جي، الاجزاء التخيلية اللي هو هذا، وبعد هذا جي مو اوميجا، وهذا، فيقول ناقصا جي اوميجا تكعيب زائد 13 جي اوميجا يساوي لي صفر. زين، وراها شو اسمه الجي اقسمها كلها على جي يروح، فيصير ناقصا اوميجا تكعيب زائد 13 اوميجا يساوي لي صفر، اقسم على اوميجا فيصير ناقصا اوميجا تربيع زائد 13 يساوي لي صفر، ناقصا اوميجا تربيع انقل الى الطرف الثاني فيصير 13 يساوي لي اوميجا تربيع، فاذا الاوميجا اخذ الجذر مال 13 يطلع لي شقد؟ موجب ناقص 3.6 راد على سكند. اذا نقطة التقاطع مال هذني الخطوط ايش قد؟ 3.6، 1 2 3 3.6 اللي تقريبا هاي النص، هاي 3.6 اذا طلعت مضبوط، سبحان الله طلع مضبوط، بس هذا مو مضبوط. 1 2 3 هاي 3 ونص، هاي 3.6، فاذا لازم هنا هذا يتقاطع ويا النقطة، فنعدل هذا حتى مساحة ما حاضر. ادري شو محضر انت؟ مساحة 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 وين مساحة مساحة. زين، فهذا اللي حمسحه جوا اخليه يتقاطع بهاي النقطة. ويت مجعد، ويت ويكمل هنا وين اخذ. زين، هسه وراها شنو؟ استغرقت النقطة اللي هن شي يسموها هاي يسموها كروس اوفر ايماجينري اكسس كروس اوفر. زين، بس انا نسيتها سوري. هسه شو استغرق؟ راح استغرق قيمة الكي اللي هو هنا، هنا عندي كي ايش قد قيمته؟ شلون؟ ارجع على نفس هاي المعادلة، بس المرة اللي هاخذ شنو؟ الاجزاء الحقيقية اللي هو هذا ناقص 4 اوميجا وشنو؟ والكي، فاقول ناقص 4 اوميجا زائد كي يساوي صفر، كي يساوي لي 4 اوميجا، كي يساوي لي 4 في 3.1. سوري سوري سوري، هذا 3.6 او 3.16؟ لا 3.6 صحيح. همزين، 3.6 كي يساوي لي 4 في 3.16، 4 في 3.6 تشلب 3.16، كي راح يطلع لي شقد؟ 14.4. بس خليني اتاكد من هذا، تحت الجذر 13 3.6 اي صحيح. زين، اذا هنا قيمة الكي ايش قد؟ 14.14 مو 41، 14.4. زين، نكمل ورا اشراد بالمطالب. ارسم لي ورا لوكيت بوينت، لا هذا بعد ما وصله. فايند اسيمتوس اند انجل اوف ديبارتشر، يريد الانجل اوف ديبارتشر لازم نستخرجه. خلينا نجي نشوف شلون نستخرج على الانجل اوف ديبارتشر. بالفيديو الاول ما شرحت شلون بالضبط، يعني ما شرحته بطريقه جيده انه شلون نشرح نستخرج على الانجل اوف ديبارتشر، فسوري. فاول شيء شلون نستخرج على الانجل اوف ديبارتشر؟ اول شيء خلينا نرسمها بمسوده نشرح القانون وراها نكمل المثال. اذا ايش خابط عليكم بيها؟ الانجل اوف ديبارتشر يسموه ثيتا دي، يعني ديبارتشر يساوي لي سميشن للزوايا مال شنو؟ اعتقد البولز، قريت عين نسيت، اعتقد البولز مال بولز، سميشن للزوايا مال بولز ناقصا سميشن الزوايا مال شنو؟ زيرو مال زيرو يساوي ايش قد؟ 180. زين، هذا معنى نبي
فثيتا ديبارتشر يساوي لي سميشن للزوايا، او هو مو ثيتا ديبارتشر، هو القانون الرئيسي. شوفوا خلنا اعيد شرحه، سوري. هو القانون الرئيسي يقول لي مجموع الزوايا مال بولز ناقص مجموع الزوايا مال زيرو يساوي 180. هنا الزوايا مال زيرو يرمزوا لها فاي، سوري فاي. فاذا انا اذا عندي مثلا كلاثة بولز، عندي مثلا الان يساوي لي كلاثة يعني كلاثة بولز، ومثلا عندي الام يساوي لي 2 يعني 2 زيروز. اذا عندي ثلاث زوايا بالبولز وزاويتين بالزيرو، فاذا شنو هنا باعتبار ثيتا 1 زائد ثيتا 2 زائد ثيتا 3، هذا شنو 1 2 3 الزوايا مال بولز، ناقص ينزل فاي 1 زائد فاي 2، هذا شنو الزوايا مال زيروز. ليش 2 1 2؟ لان عندي 2 زيروز يساوي لي 180. هذا القانون. هذني من واحدة من ذني الثيتات اللي هي 1 و 2 و 3 هي شنو ثيتا ديبارتشر. فاني شلون راح استخرج هاي ثيتا ديبارتشر؟ خلينا نرجع للرسم. هنا انا يعني كم بول وكم زيرو عندي؟ عندي كلاثة بولز صح؟ زين. اول شيء الثيتا ديبارتشر اللي هنا تصير دائما هاي الزاوية زيد، هاي شنو ثيتا ديبارتشر، هاي اول زاوية. فاني شلون استخرج هاي ثيتا ديبارتشر؟ اجر خط بين كل بول ويا البول الاول، يعني اخذ هذا البول واجره ويا هذا البول، بعدين اخذ اجر خط من هنا ويا هذا البول، واذا اكو بول مثلا هنا انا همين اجر خط منه ويا هذا البول. زين اوكي نكمل. ف راح اجر خط من هنا لهنا، منا للسنتر يعني من هذا البول للبول الاول، نسوي منقط، هذا اول واحد. زين وراها خط ثاني من هذا البول للبول الثاني، اكو عندي بعد بول، ترى هذا مو بول سوري، هاي بس هيك خليته كمثال، ما عندي بول بعد، ما عندي بعد بول ثالث صح. زين عندي زيروز، اذا عندي زيرو مثلا هنا انا همين اجر خط من هنا لهنا بس ما عندي زيرو. نكمل هسه هنا هذا ثيتا ديبارتشر، هاي اللي حسميها الزاويه اللي صايره بين هذا البول وهذا البول، اللي هي يا هي اللي هي هاي دائما، هاي شنو ثيتا مثلا اي، هاي الزاوية اللي هي بين هذا البول وهذا البول اللي هي هاي صح، دائما مع محور اكس تسوي هنا نعتبر محور اكس اللي هي هاي، هاي شنو ثيتا بي، هاي ايش قد زاويتها بينها 90 صح، وهاي ايش قد زاويتها اقيسها بالمنقلة، هاي ايش قد زاوية الثيتا ديبارتشر اني لا اريد استخرجها. زين عندي زوايا مال زيروز ما عندي، فاذا راح اروح للقانون بعد ما عندي ورقة من هاي نجيب جديدة. القانون قلت summation للزوايا مال بولز، بول summation مال بولز مو اي، بول انجلز ناقصا summation لل زيرو انجلز يساوي لي قد 180. زين اول شيء زيروز ما عندي زاويه مالته لان انا ما عندي زيروز بهذا المثال، فاذا عندي بس بولز. كم بول عندي؟ ثلاثه. اذا ثيتا دي زائد ثيتا بي زائد ثيتا اي يساوي لي 180 صح. زين الثيتا دي هي الثيتا ديبارتشر اللي انا اريدها، الثيتا بي ايش قد اني هاي الثيتا بي سميتها 90، ثيتا تي دي تزل كما هي زائد الثيتا بي 90 زائد الثيتا اي اللي هي هاي شلون استخرج هاي الثيتا اي؟ اجيب المنقلة صح؟ اقيس طبعا الزاوية دائما تكون من اليمين المحور اكس اليمين اللي يروح لليسار، اهي منه باعتبار اقيس زوايا موجبة من هنا يروح لهنا. زين هاي الزاوية طبعا انا رسمتها هيك او ترسمها هيك ما اعرف صراحة وين صار بالضبط، بس هي هنا اكو زاوية يسموها ثيتا ديبارتشر. زين يمكن هاي ما اعرف، المهم نخلي هذا هيك هنا. اول شيء خلينا نزيد الطول مال هذا اللاين، سوي فاتح
المفروض تطلع يمكن 120. زين هسا ايش قد؟ 0 10 20 30 40 50 هاي 120 105 121 22 23 24 25 ونص 100 سوري 124 ونص، يعني تقريبا 125. بس احنا اريد كدقة شوية راح تطلع لي. هاي وين كنت اكتب؟ بهاي؟ لا هاي 124.5 يساوي لي قد 108، بس ممكن مو 124.5، يمكن يطلع لي المفروض 120. خليني اتاكد واشوف. وقع الوقع الغلط، لا هو مطلع 123. جيد صحيح، يعني خلينا نفرض 124 قريب للحال. اذا ثيتا دي يساوي لي هاي راح نقول ناقص 90 ناقص 124 زائد 180 قد راح تطلع لي؟ ناقص 90 ناقص 124 ناقص 180 394 بالناقص. غلط، وين اكو شيء غلط؟ أنا غلطت. ناقص 90 ناقص 124 زائد 180 مو ناقص 180 ناقص 34. إذا ناخذ النص راح تطلع ناقص 34 ونص. فإذا ثيتا دي راح يساوي لي ناقص 34. هاي شنو هو ايش قد مستخرج لنا؟ ناقص 33. صحيح ماكو أي مشكلة، نكمل. زين هاي شنو ثيتا ديبارتشر؟ أني هسه شنو كملت المطلب لحد هنا. هسه هنا شنو راح تدخل لي عندي الزيتا؟ سهل عادي. Look at a point on the complex locus that corresponds to a atomic ratio of 25% and hence find the value of k at this point. اعطاني شو اسمه زيتا، يقول لي هذا الزيتا راح تتقاطع ويا ويا هذا الرسم اللي رسمته، راح تتقاطع وياه، وهنا بهاي النقطة اكو شنو k، ايش قد قيمتها؟ فأنا استخرج قيمة هذا ال k. زين نجي نشوف شلون نسوي سكيب. ما طول الثاني زيتا، القانون شو يقول؟ بيتا اللي هي الزاوية يساوي لي كوساين انفرس للزيتا. بيتا يساوي لي كوساين انفرس للقد الثاني 0.25. زين ويطلع لي شقد؟ 75.5 دقري. إذا راح أرسم خط، وين الرسم مالتي؟ راح أرسم خط من هذا البول ويا من؟ ويا هذا. ارسم خط بلاين بزاوية تجيت 105 سوري 75 بوينت تجيت بوينت 5. بس هنا خلوا بالكم حساب هاي الزاوية يبدي من هنا، لان ليش انا عندي لاين ليكون يعني هو الخط. شوفوا هو اللاين مثلا ايه هيك صح؟ لما دي يقول لي زاويه اللي هاي 75.5 استخرجتها، قصده هاي الزاويه من نار على الجهه اليسرى مو الجهه اليمنى. فمو نرسم خط من نار من الجهه اليمنى 75، لان ليش ما راح يتقاطع؟ فنرسم خط من هالجهه بزاويه 75.5 ويتقاطع لي ويا هذا الروت مالتي. زين اجيب المنقله، وين المنقله؟ هاي المنقله اوكي، وين ال 70؟ هاي ال 70 سوري، هنا راح ابدي العد من اليسرى، خلوا بالكم 10 20 30 40 50 60 70. هاي 70 هاي 75 هاي 75.5. بعد شيري جبناها مضبوطة، فراح ارسم خط ويا من؟ ويا هذا البول الاول. هاي الزاوية هي ايش قد؟ البيتا اللي انا استخرجته 75.5. هنا انا شنو اكو عندي كي، شلون راح استخرج هذا الكي؟ اذا تذكرون إذا أريد أستخرج هذا الكي، فأني أجر خطوط بين هاي النقطة مع بقية البولز، وش أسوي؟ أحسب الأطوال مال هذني المستقيمات وأضربهم مع بعض، شو يعطيني؟ يعطيني الكي. زين هنا ايش قد قيمة يعني ايش قد الجذور؟ أقصد هاي النقطة، إذا قال لي مثلا هاي الكي اللي يتقاطع بهاي النقطة، ايش قد قيمة هاي النقطة؟ نقول له هاي نسقطها راح تطلع هنا تقريبا، هاي ناقص قد ناقص 8 باعتبار، وهذا نسقطه هيك راح يطلع قد تقريبا ناقص 3، لان صار على 3. بس هو قد هنا مستخرج اقصد زائدا 3، هذا شنو زائدا 3 وش قد مستخرجه؟
نستخرج ناقص 8 زائد 2.9 جي، هنا أنا يطلع لي زائد 3 جي، فتقريبا صحيح. فإذا هاي النقطة هنا هي شنو؟ ناقص 8 زائد 3 جي. كمل. وين هسه شنو؟ هسه أنا أريد أستخرج القيمة مال كي، فش أسوي؟ أجر خط بين هاي النقطة ويا كل بول، فأجر خط من هنا لهنا اللي هو هذا صاير لي، وأجر خط من هاي النقطة لي وين؟ من هاي النقطة لهذا البول الثاني، وأجر خط من هاي النقطة لي وين؟ لهذا البول الثالث، وأحسب الأطوال مال هذني المستقيمات. أول واحد شقد كم سنتيم؟ من هنا لهنا نص صفر 6.2 تقريبا. فهذا أول واحد شنو؟ ها الكي شي يساوي طبعا القانون مالته، الأطوال مال بولز على الأطوال مال زيروز. أنا يعني هنا لو عندي زيرو مثلا هنا، فراح أجرها من الخط من هنا وأحسب شقد قيمته، وأخلي هنا قيمته سوري أخلي هنا قيمته وين؟ بالمقام. بس أنا هنا ما عندي زيروز، فإذا هذا اللي حيروح يبقى لي بس البولز أضربهم مع بعض. إذا الكي اللي حيساوي لي أول واحد جيت 6.2 في الثاني، هذا اللي وهذا شقد طوله؟ أخليه من النقطة لهنا، هذا واحد 1.2 ثلاثة ونص تقريبا، 1.35 في الثالث اللي هو الأخير، هذا شقد طوله تقريبا من هنا لهنا شقد؟ 3 في سوري هنا دا اكتب اني 6.2 في 1.35 في 3. الكي راح يساوي لي 6.2 في 1.35 في 3 راح يطلع لي شقد؟ 25.11. هذا هو شقد قيمة الكي هنا. شوفوا انا شقد مستخرج القيم 6.2، انا هنا مستخرج 6.2 وشقد كاتبه؟ 6. هاي الكلاثة نفسها كلاثة 1.35 وشقد كاتبه؟ 1.25، فيعني فرق بسيط. والكي جد على قيمة 22.5، احنا شقد استخرجناه؟ 25.11، يعني هذا الشيء اعتقد مقبول عليه، لان يعني ماكو رسم دقيق. هذا هو المثال الثاني. هنا انتهى الفيديو الثاني. اسوي مراجعة سريعة؟ لا ما تريدون. اوكي الى اللقاء.